السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم جميعا. في بداية الفيديو هذا أنا حابة أشكركم على طبعا كومنتاتكم اللطيفة، على لايكاتكم اللي ما أستغني عنها، على كل كلمة حلوة تجي منكم. حابة أشكركم على 1000 مشترك، وصلنا الحمد لله 1000 مشترك، وإن شاء الله بإذن الله راح نوصل أكثر وأكثر مع بعض. شكرا لكم حبايبي، لولا الله ثم أنتم ما كان وصلت أنا لهذا العدد. أنا وصلت بكم ومستمرة فيكم، وشكرا حبايبي. اليوم الفيديو هو عبارة عن فيديو مشتروات البيتي، مرة هذه ما هي مشتروات يعني شخصية يعني كذا ملابس، لا، عبارة عن مشتروات منزلية. طبعا أنتم عارفين اللي كانوا متابعين الفيديوهات اللي فاتت لاحظوا أنه أنا كنت يعني أو شافوا في الفيديوهات أنه أنا جالسة أرمم في بيتي وكذا، وجالسة أجهز، وفتحت صالتي على الجزء الثاني من البيت. هي كانت شقتين مفصولة بجدار، أنا هديت الجدار هذا اللي ما هم فاهمين يعني، أنا هديت الجدار هذا فوسعت البيت على بعض، لأنه كان بيتي صغير عبارة بس عن 3 غرف، فأنا وسعت البيتين على بعض طبعا عشان محتاجة مساحة لي ولأبنائي، لما يجيني ضيوف وكذا محتاجة مجلس وكذا، فأنتم عارفين يعني. طبعا فتح جزء على البيت يعتبر كأنك تأثثي من أول وجديد، يعني البيت هذا اللي أنت فتحتيه محتاج تأثيث، محتاج طبعا فرش، محتاج مجالس، محتاجة كنب، محتاج ستاير. فأنتم شفتم في الفيديوهات هذه اللي فاتت كلها التجهيزات اللي أنا جالسة أجهزها، هي أجهزها للجزء هذا الجديد من البيت. فالله يتمم على خير إن شاء الله، ويا رب إن شاء الله يكتب لي ويكتب لكم كل طيب وكل خير، ويوسع علينا وعليكم بإذن الواحد لأحد. أنا ما أبغى أطول كثير في الشرح، ما أبغى أطول كثير في الكلام، بس الفيديو هذا ما أقدر أني أخليه فيديو واحد لأنه راح يكون طويل. ليش؟ لأنه عبارة عن مشتروات من أيكيا، والجزء الثاني عبارة عن مشتروات من محلات الكمالية. فزي ما قلت لكم محلات كمال الكماليات، فحيكون طويل، فرح أقسمه على جزئين إن شاء الله، جزء لو قدرت إني أكمل أيكيا، والجزء الثاني حيكون عن الأدوات الكماليات الثانية اللي أخذتها. خلوكم معايا نبدأ بإذن الله. أول حاجة إذا أنتم شايفين معايا هنا الكرتون هذا، شوفوا اللي هي عبارة عن أباجورة أيكيا الشهيرة هذه، اشتريتها للصالة الثانية. كان سعرها، ترى على فكرة في أيكيا في تخفيضات يا جماعة الخير، اللي يروح أيكيا في تخفيضات. كان سعرها عبارة عن 139 ريال. أخذت اللي قاعدتها ذهبية في لونين، في قاعدة ذهبية وفي قاعدة فضية، فأنا طبعا ما فكيتها لسه ولا ركبتها، ولكن هي هذه معروفة يمكن تقريبا كلكم تعرفوها، من أشهر أباجورات أيكيا، اللي من أول ما فتح أيكيا وهم يبيعوها. الشيء الثاني في عندي هنا هذه كمان الأباجورة، هذه مو أباجورة، هي تعليقة، هي عبارة عن نجفة برضو أخذتها، بس الحين هي مقلوبة، هي هذه من فوق هذه من تحت، هي مقلوبة الآن الصورة، بس هي طبعا معلقة، عبارة عن نجفة معلقة، برضو أخذتها، برضو لونها ذهبي، طبعا لسه ما فكيتها، بس شوية بحاول أقلب لكم الكرتون تشوفوا الصورة كويس. طبعا برضو من 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 قسم الإضاءة ومن الإضاءة برضو أخذت، أول شيء أحاول أجيب لكم الكرتون هذا تشوفوها كويسة، هي هذه، هي زي كذا تجي معلقة، هذه الموديلات الجديدة اللي نازلة في أيكيا، أخذتها برضو لونها ذهبي، والله ماني فاكرة سعرها كويس، بس يعني يمكن سعرها كان 100 وشوية، ماني متذكرة والله، أو 200، ماني متذكرة والله سعرها كم صراحة الأمانة، يعني لازم أرجع الفواتير. طب إيش كمان أخذت؟ برضو من قسم الإضاءة أخذت هذه، شوفوها ما أدري إذا واضحة عندكم، هذه الأباجورة برضو مو أباجورة، هي عبارة عن لمبة أو إضاءة تتركب في الجدار زي كذا، تتركب أكثر شيء بجانب السرير. أخذت 3 حبات منها، 2 ذهبية أنا أخذتها، والثانية القاعدة تكون هنا فضية، أخذتها بنتي غرفتها، هذه هي كان سعر الواحدة 49 ريال. برضو بالنسبة فيما يتعلق بالإضاءة، هذه برضو شوفوها، هذه هي، نحاول ننزل هذه. أخذت برضو هذه الأباجورة، هي زي كذا لها من فوق قاعدة، طبعا قاعدة وخيط تركب فوق، وهي كذا من أسفل،
تركب جواتها كذا لمبه صغيره. برضو هذه شكل من اشكال جديده اللي نازله في ايكيا مؤخرا، سعرها كان برضو ب 100 وشويه. هذه هي قاعدتها، شوفوها القاعده وال... بسم الله، القاعده والخيط تبعها كذا تركب هنا فوق زي كذا معاها تجي. طبعا بما اني اخذت لمبات واباجورات وحاجات من ايكيا، طبعا اخذت اللمبات تبعهم الليد هذه بجميع الاحجام والاشكال. طبعا كل واحده تجي معاها لمبتها، يقولوا لك ايش المناسب لها. طبعا فاخذت مجموعه من اللمبات او اللمبات الاضاءات هذه الصغيره الليد اللي في جوا. طيب نرجع نكمل أغراضنا سوا. برضو من قسم المخدات أخذت هذه المخدة، تجي كذا مستطيلة، أخذتها برضو السرير ولدي الصغير، أنا أخذت له سرير صغير وأخذت له هذه طبعا مناسبة له. وبرضو أخذت من هذه، هذه من قسم المخدات، أخذت منها حبتين برضو السرور أولادي حبتين. أسعارها هذه المخدات عندهم مرة حلوة. هذه الثانية هي وبنتي اخذت هذه الستارة، شوفوا شكلها كيف، هذا هو شكلها، لونها كذا رمادي. طبعا اخذتها مع العمود مع المساكات مع الاكسسوارات كله مع المسامير حقتها، كانت قيمتها 99 ريال بس بدون الاكسسوارات طبعا، فقط الستارة هذه. المخدات ماني فاكرة على 90 على على 10 وعلى 5 والله. طبعا اخذت من هذه ثنتين اللي هي تبع فرشه المرحاض الله يكرمكم وانتم بكرامه، احبها من عندهم لانه لونها اسود وبلاستيك غامقه، فاخذت منها ثنتين لاني احب في كل تواليت عزكم الله يكون عندي حبه. برضو رجعت اخذت من عندهم هذه العلاقات السوداء، احب علاقاتهم مره ممتازه ومتينه وكويسه. سعرها اعتقد 12 اذا ما خانتني الذاكره 12. وحقه التواليت هذه الله يعزكم ب 3 ريال الحبة وثلاثة ونص. برضو أخذت من عندهم مجموعة المناشف هذه، شوفوها شايفينها كيف حلوة قطن، وكم حبة أعتقد إنها تجي حبتين، ماني متأكدة هي تجي حبتين، هي حبة والله، لا حبة واحدة تبع الوجه كذا فوطة الوجه، وهذا ماني فاكرة سعرها صراحة كم بس ما كانت غالية. أخذت برضو هذه الساعة لغرفة أولادي بستة ريال ونص، برضو بنتي أخذت زيها. هذه من عندهم اللوح هذا البورد تبع التقطيع، والله للأسف برضو ما يحضرني، بس كل هذه الأشياء كانت رخيصة ما هي غالية. الأشياء الغالية اللي كلفتني بس طبعا ذحين ما أقدر أعرضها لكم لأنها طبعا تتوصل تتركب. أخذت بنتي من عندهم سرير، سريرهم الحديد المعروف اللي تعرفوه اللي هو نفر ونص كذا، وأخذت برضو من عندهم تسريحتهم برضو المشهورة اللي تيجي كذا نص دائرة بيضاوية، واخذت برضو من عندهم مرتبه للسرير. فهذه كلها راح طبعا ما اقدر استعرضها معاكم لان لسه ما هي موجوده، لسه راح ادوني موعد اساس يجوا يركبوها. اخذت من عندهم هذه المناديل، تعجبني مناديلهم، تجي ب 9 ريال وتجيك مره مليانه، مو زي اللي برا شوفوا فيها 50 حبه، اللي برا تجيك بس 10 حبات 12 حبه، وحلو مناديلهم قويه. مجموعة الشموع هذه حبيتها، اللي هي مش المتعارف عليها اللي تجي، لا هذه شكلها بيضاوي، شوفوا كيف شكلها. الكرتون كان ب 10 ريال او ب 12 ريال. حبيت مرة هذا الكوب والصحن، ايش رايكم فيه؟ حبيته، عجبني للقهوة للشاي، سعره تقريبا كان ب 14 ريال. حبيتهم مرة عشان هم جايين طقم، في منهم لون ابيض برضو. كمان اخذت مجموعه الفوط هذه، ماني عارفه هي ثلاثه او اربعه، اخذتها ان شاء الله وانتم بكرامه للحمام، عشان اخذت رف الحمام فناوي اني احطه اجيب فيه يعني سلال وكذا ارتبه فيه واحطه فيه، طبعا استخدام الضيوف. طبعا شموعهم الشهيره اخذت هذه برائحه الكيك، ريحتها مره حلوه، ريحتها فعلا كيك صراحة. للأمانة شموعها ما تطلع ريحة قوية لكن تعجبني كذا وهي في مكانها تكون ريحتها مرة حلوة،
اعتقد كان سعرها 9 ريال، ماني فاكره والله سعر شموعهم، يعني في اشياء كثيره ما تحضرني. هذه برضو مجموعه مناديل اخذتها من عندهم بس عددها اقل، 30 حبه. وهذه برضو من الشموع بس حجمها اكبر، اخذتها بالفانيليا، ريحتها حلوه، ريحتها حلوه، هي مدفنه بس. اخذت من حوامل الشموع هذه اللي تحط جواتها الشموع الصغيره، زيني فيها برضو الحمام او زيني فيها. كان سعر واحدة يمكن 3 ريال، أخذت منها كذا حبة، ماني عارفة 5 6. وأخذت هذه برضو بريحة التوت من الحجم الصغير، ريحتها جميلة. وطبعا كاستهم الشهيرة هذه الكبيرة ب4 ريال أو ب7 ريال، مرة أنا أعشقها، كانت عندي واحدة وانكسرت، أحب أشرب العصيرات فيها مرة، شكلي لما أروح أخذ كمان 2 أو 3. وأخذت هذه الباسكت تبع المهملات وأنتو بكرامة، أخذت منها 3 حبات، لونها أسود ما تبان فيها الوساخة ولا شيء. الصينية أو الصحن أو ما أدري شو هذا، أخذت منه حبتين، واحدة أبغى أحط فيها شموع وواحدة أبغى أحط فيها العطور في غرفتي، لأن غرفتي كذا محطوطة بس زي الصحن الخشبي على التسريحة، فأبغى أحط فيها العطور بما أنها يعني حديد وكويسة وتتحمل. أخذت منها حبتين، الحبة كانت أعتقد 9 ريال. برضو هذه شموع ريحة الكيك بس حجمها أكبر. هذه هي الرفوف اللي أقول لكم عليها، أخذتها لدورة المياه، عبارة عن 4 رفوف، لما تركبيها تكون كبيرة على أساس إني بفكها وأحطها في دورة المياه وأرصص فيها فوط وشموع وكذا، تعطي منظر حلو لدورة المياه وحلو لما يجيك ضيوف، تحطي فيها شموع، تحطي فيها صابون، تحطي فيها فوط كذا من هذه الأشكال الحلوة اللي أخذتها كذا، يعني مغلفة كأنها زي شكل الهدية. طبعا عدتها وكل برضو أخذت منهم هذه الطاولة الجانبية إذا أنتم شايفين. شايفين شكلها؟ هذه هي اللي هي طاولة الصينية، تجيك طاولة وفيها صينية من فوق، لونها أسود، للأمانة أنا كنت أبغى أبيض بس كل اللي لقيتها كانت لونها أسود. هذه هي سهلة التركيب برضو، يمكن لما يجوا يركبوا أغراض أخليهم يركبوها مرة واحدة. أنا أخذت طاولة جانبية كوميدينو أو كوميدينا جنب سريري، بس برضو راح يوصلوها مع الطلبية وتركب إن شاء الله لما توصل، بس هذه هي جانبية ما أدري أنا ما فكيتها صراحة عشان أوريكم، بس إذا أنتوا عارفينها هذه هي، شوفوا صورتها، هذه اللي هي تجيك من الحديد وتجيك من فوق فيها كذا زي الصينية، ترى هذه الصينية تنفك عنها، أحسها حلوة في الصالة. وهذه المساكات تبع ستاير بنتي، قلت لكم أخذت معها مساكات، طبعا الستاير كل شيء وحده، العصاية وحدها والمساكات وحدها إضاءة برضو معروفة عندهم، هذه أخذتها بنتي برضو في غرفتها، أباجورة كذا هذه اللي واقفة، سعرها 99 ريال، شوفوا شكلها كيف هنا عندكم في الصورة، سعرها كان 99 ريال، هذه أخذتها بنتي. أخذت برضو هذا الدورق أو العلبة أو الحافظة للصابون، أحط فيها صابون وأحطها برضو قلت في رف الضيوف اللي راح احطه في دورة المياه وانتو بكرامة. واخر الاشياء تقريبا اخذت هذه الصينية، كان سعرها 15 ريال، حبيتها، حب الكروهات. اخذت هذه الطقم، احب الملاعق كذا خشب، جهة شوكة وجهة ملعقة، احبها عشان عندي التيفال او عندي الجرانيت او عندي ما احب اني اخدشها، حبتين تجي مع بعض، والله ماني متذكرة سعرها صراحة. وعندكم تدخل برضو مع انها خشب بس تدخل احسن حاجه في مواعينهم انها تدخل في الصحون، غسالة الصحون، ما ادري سعرها 9 ريال او 10 ريال.
هذه برضو من اللي وريتكم أول فوط، حبة ثانية أخذتها. وبس حبايبي تقريبا هذه هي كل الأغراض اللي أخذتها من إيكيا. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم الأغراض. لو حابين تروحوا ترى عندهم الحين تخفيضات. إن شاء الله راح أقسم الفيديو هذا، حنزل لكم فيديو مشتريات إيكيا وأكمل لكم إن شاء الله أغراض اللي هي كمالة أغراض البيت من محلات الكماليات في الفيديو الجاي بإذن الله. لا تنسوني من دعمكم ولايكاتكم وكومنتاتكم الحلوة، وأشوفكم على خير وفي أمان الله.